السلام عليكم. اليوم راح أقدم لكم مكبوس دجاج بحرين على طريقتي، سهلة وبسيطة ولذيذة. نحتاج إلى كمية بصل وفيرة ونقلب فيه لين ينشف الماي ماله، بعدين نضيف عليه زيت ونحرك فيه نحرك فيه لين ما يصير لونه بني فاتح، هذا اللون اللي نبي. نضيف عليه البهارات الصحيحة على حسب الرغبة. أنا هني ضايف لومي أسود، دارسين هيل، فلفل أسود ومسمار، ونحرك فيه نحرك فيه لين يعطينا هذا اللون. نضيف عليه الطماط والفليفلة الباردة مع ثوم، ونحرك فيه لين يتجانسون صير عندنا هذا القوام. نضيف عليه بهارات مطحونة على حسب الرغبة، نحرك فيه، بعدين ننزل فيه الدجاج. أنا عندي دجاجتين قاطعة، كل دجاجة إلى 4 قطع مسوونها، ونحرك فيه لين الدجاج ياخذ لون وطعم يتسبك فيه عدل. نخليه تقريبا 1/4 ساعة لين ما ياخذ الطعم، بعدين نمرق عليه بالماء. الماء طبعا على حسب كمية العيش اللي عندكم. أنا أحب أخلي فيه جزر، بعد جزر حلو في الأكل مع المكبوس الدجاج واجد حلو. طبعا السمك ما أحب تخلي فيه، بس السمك كفاية، بس في الدجاج أنا أحب أخلي جزر. ونخليه لين يستوى عندنا الدجاج، وهني عندنا استوى الدجاج مع الجزر. نصفي الماء من المكونات، نشيل الدجاج على صوب، وبعدين قبل لا نخلي العيش في الماء أنا أخلي كزبرة خضراء وورق الكاري فريش، ننزل عليه العيش ونحركه لين ياخذ الطعم واللون، ونسكر عليه ونخليه ينشف على نار هادية. وهنا النتيجة كذي طلع عندنا لون العيش، ألذ أحلى مكبوس دجاج بحرين على طريقة أبو أحمد. وهني قدمناه في البارسلات، هاي طلبية حق ناس. لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب والنشر. تحية.